نشرة الأخبار على إذاعة الحياة FM. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إذاعة الحياة FM، والبداية بالعناوين. وزيرة العدل تؤكد على ضرورة تحسين ظروف الإيداع والارتقاء بجودة الخدمات في السجون. ووكالة السلامة المعلوماتية تحذر من حملة تصيد جديدة تنتشر على شبكات التواصل الاجتماعي. أهلا بكم إلى التفاصيل. أحصت وزارة الصحة خلال الأسبوع الممتد من 8 وإلى غاية 14 من أوت الجاري 1894 إصابة جديدة بكوفيد-19، بينما سجلت 28 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس. هذا وقد بلغت نسبة التحاليل الإيجابية بعد إجراء 11953 تحليلا مخبريا بلغت 15.85%. وأفادت وزارة الصحة في بلاغها الأسبوعي المخصص لتحين الوضع الوبائي في البلاد، أفادت أنه قد تعافى خلال هذا الأسبوع 4340 مصابا. أدت وزيرة العدل ليلى جفال اليوم زيارة عمل إلى مقر الهيئة العامة للسجون والإصلاح مرفوقة برئيس ديوانها وعددا من أعضائه، وأشرفت على جلسة عمل حضرها بصفة مباشرة رئيس الهيئة العامة المكلف لسعد عبد النبي وعددا من إطارات الهيئة وثلة من مديري الوحدات السجنية واكبوها عن بعد. وقد ثمنت وزيرة العدل المجهودات المبذولة من قبل إطارات وأعوان الهيئة العامة للسجون والإصلاح في عملهم اليومي بالوحدات السجنية والإصلاحية، مؤكدة على ضرورة مضاعفة هذه الجهود لمزيد الارتقاء بالمنظومة السجنية وتطوير وسائل عملها واعتماد المنظومات المعلوماتية والتكنولوجية في إطار رؤية شاملة للانتقال الرقمي لقطاع العدالة، علاوة على التأكيد على جودة الخدمات الموجهة للمودعين. ودعت الوزيرة إلى الشروع في إعداد تصور خاص بمراجعة التنظيم الهيكلي للمدرسة الوطنية للسجون والإصلاح والعمل على تطوير كفايات الموارد البشرية وتحسين التكوين باعتماد أساليب التكوين الحديثة على غرار التكوين عن بعد. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية من حملة تصيد جديدة تنتشر على شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك، تهدف إلى استدراج مستعملي الشبكات المعلوماتية ومواقع التواصل الاجتماعي من خلال إحداث نماذج مزيفة تنسب إلى البنوك أو المؤسسات المالية. وأوصت الوكالة وفق ما نشرته اليوم الثلاثاء على صفحتها الرسمية بالتأكد من صفحات الفيسبوك الخاصة بالشركات والمؤسسات من خلال التثبت من شارة التحقق الزرقاء، كما دعت إلى الاتصال بالمؤسسات للتأكد من مصداقية وصحة الألعاب والمسابقات والإعلانات المنشورة قبل المشاركة فيها. في أخبار العالم، أفادت قناة بي اف ام تي في الفرنسية اليوم الثلاثاء بأن السلطات المختصة ألقت القبض على 25 شخصا للاشتباه بتورطهم بإشعال حرائق الغابات التي دمرت مساحات واسعة من الأراضي خلال الصيف الجاري. وأوضحت القناة الإخبارية أنه من بين 25 شخصا المعتقلين تم إدانة 4 وبقي 6 رهن السجن الاحتياطية بتهمة التسبب في إشعال الحرائق. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وزيرة العدل تؤكد على ضرورة تحسين ظروف الإيداع والارتقاء بجودة الخدمات في السجون. ووكالة السلامة المعلوماتية تحذر من حملة تصيد جديدة تنتشر على شبكات التواصل الاجتماعي. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وفي أمان الله. نشرة الأخبار على إذاعة الحياة FM.